السلام عليكم ورحمة الله. اليوم يا اخوان بدنا نعرفكم على طائر اسمه طائر الدراج العراقي. طبعا هذا الطائر بسموه الدراج العراقي، بيعيش بالعراق بكثرة، هو بيشبه الحجل ومن فصيلة الحجل. طبعا هذا الطائر هان عندنا في مناطقنا احنا ما في زيه بتاتا. موجود زي هذا الطائر حاليا في مناطق الشمال ومناطق الغور عنا، واعتقد انه هذا الطائر هاجر عنا عن طريق الاردن. طبعا هو في له عدة مسميات عنا، بسموه كمان الحجل الاسود، المهم في ناس بسموه كمان مرة الحجل اسود، في ناس بسموه دراج اسود. اكيد هذا موجود بكثرة زيه بالعراق، اعتقد انه جابوا منه على الاردن فلتوه في الطبيعة وهاجر منه باتجاه الغور عندنا بالشمال. اعتقد هاجر عن طريق الاغوار، ومن الاغوار اتجه باتجاه الشمال عندنا هذا الطائر وصار يتكاثر بشكل جيد. طبعا اللون بيختلف عن الحجر العادي، لونه حلو، الذكر بتميز بطوق بني على رقبته وبتوشيحة على عينه. طائر جميل جدا، الأنثى بتكون مش ملونة، من السهل معرفة الأنثى أسهل من الحجل العادي. زي ما شفتوا طائر حلو جميل جدا. طبعا عندنا بمناطقنا ما عمريش انا يعني شفت زيه في مناطقنا احنا، هان المناطق هاي اللي عندنا اللي هون، حاليا بشوفوا زيه بمناطق الشمال بكثرة وبالغور بكثرة. طبعا يعني ملوش فترة كبيرة هذا الطائر انتشر عندنا في فلسطين. طبعا بوكل زيه زي الشنار العادي، الحجر العادي والدجاج نفس الاشي. طبعا هذولا راح نخليهم شوية عبين ما يتروضوا عندنا هان على المدخل على اساس يتعودوا على الناس. زي ما انتم شايفين قديش جميل الدراج العراقي، قديش جميل الدراج العراقي. شوفوا الالوان، شوفوا الالوان، جميل جدا الرقبه، طوق حلو، الالوان هاي فعلا انه طائر جميل. ركزوا هنا تحت البطن، هيك مع بطني هنا بدون ما بينها. جاهز؟